وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام كما سورة الشعراء قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأخبر نبي الله إبراهيم عليه السلام أن في يوم الآخرة وفي القيامة لا ينفع ولا يدخل الجنة إلا من هو صاحب القلب السليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله كما في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين. ثم قال في نهاية الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث قال: وخص القلب بذلك. لماذا خص القلب ليس اللسان أو الأذن أو العينين؟ قال: وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، فبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساد الأمير تفسد الرعية. إذا كان القلب صالحا، إذا كان القلب سليما صلح اللسان وصلحت العينين وصلحت الأذنان وصلحت اليدان وصلح الفرج وصلح كل أعضاء الجسم تصلح لصلاح هذا الذي بين جلدين. فالقلب السليم يا أخوة عرفه ابن القيم شعريفا قيما كما في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو من يسميه الداء والدواء، قال: القلب السليم هو الذي سلم، أي ليس فيه هذه الأشياء التي تفرقها الآن. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحسد والحقد والكبر وحب الدنيا وحب الرياء. هذا القلب إذا سلم من هذه الأشياء فليعلم صاحبه أن قلبه سليم. الشرك تعريفها بسيطة: الشرك هو أن تدعو مع الله إلها. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال في سورة الأنبياء: قل لو كان فيهما آلهة، يعني السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة لفسدتا، يعني هذه السماوات والأرض المخلوقات لو فيها آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى لفسدت. لماذا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قال: ولعلى بعضهم على بعض ولذهب كل إله بما خلق. فلنفر أن السماوات خلقتها آلهة كثيرة، فكل يحسب إله حسي من الأرض الوطن العربي والآخر إله إله حسي أوروبا يعبدوني وكذا في الخدمة. فكذلك القلب إذا كان في القلب معبود أو إله غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا القلب فاسد، سلم من الشرك والغل والحقد. والغل والحقد فيهما تراض. قال بعض العلم: الغل هو الحقد الكامل بالقدر، والحقد هو ما يظهر على اللسان او الصوفة. فالغل نجد ان الانسان في قلبه غل. ما هو الغل؟ اي فيه حقد كامل على اخوانه المسلمين. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى من منته على أهل الجنة كما في سورة إبراهيم قال: إن المتقين في جنات، عفوا سورة الحجر، إن المتقين في جنات وعيون آخذين، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما قال مثلا الشرك أو حقد أو كبر، ما قال غل، لأن هذا الغل من أحد أسباب فساد القلب. ولذلك قال الله تعالى على التابعين للمهاجرين الأنصار، ذكر المهاجرين سورة الحشر ثم ذكر الأنصار ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم
يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. فعندما ينزع الغل من القلب طوح القلب. قال والحسد وهو أن تحسد أخاك على النعمة. والحسد نوعان، حسد محرم وحسد ممدوح. فالأول المحرم هو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، قال محرم. أما الممدوح وهو ما يسمى حسد الغبطة، أي تغبط أخاك على ما فيه من علم أو حفظ للقرآن أو للأحاديث، فتحسده على هذه النعمة وتتمنى بقاءها عليه مع أمنيتك أن تصل إلى ما وصل به. ولذلك لما موسى عليه السلام كما في حديث الصحيحين، لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام وكان موسى في السماء السادسة، بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يأتي من بعدي أمته أكثر من أمتي ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أعلى من منزلتي. فهذا يسمونه حسد الغبطة. وقال النبي كما في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه من ليل ونهار، ورجل آتاه الله في رواية القرآن وفي رواية الحكمة فهو يقوم به في الليل والنهار. اثنتين من الشرك والغل والحقد والحسد والكبر. والكبر يا أخوة داء عضال يصيب القلوب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة في قلبك من كبر فاعلم أنك تدخل الجنة، لأن الكبر صفة ذميمة والصفة الممدوحة هي التواضع. فإذا رأيت الإنسان متواضعا اعلم أن صفة الكبر قد نزعت من قلبك. ولا قال الإمام مجاهد أحد أئمة التفسير قال اثنان لا يتعلمان مستحي ومستكبر. هؤلاء لا يتعلمون أبدا، لأن المستحي يتعلم والمتكبر يتكبر على طلب العلم ممن هو دونه أو أكبر منه، فهذا يبقى جاهلا والعياذ بالله. والكبر يا أخوة قلنا داء عضال يصيب بعض القلوب، فإذا أصابها فهذا أمر خطير. قال الله تعالى في سورة غافر قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا، أي غضبا وعدم رضا، مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كبار. فالتكبر أمر عظيم. قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هذا العضال الكبر لا يعالج إلا بالتواضع، وأن تنظر إلى من هو دونك ومن هو أعلى، كما قال في صحيح مسلم النبي عليه السلام قال انظروا في دنياكم إلى من هو أسفل منكم وانظروا في دينكم إلى من هو أعلى منكم. الصفة الأخرى قال وحب الدنيا، وهذا أيضا أمر خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال عندما جاءه مال من البحرين عن طريقه أبو عبيدة الجراح وهو عبارة عن جزية من مجوس، فلما رأى الناس يقبلون وكل يريد هذا المال فقال عليه الصلاة والسلام والله أحسن، قال والله ما أخشى عليكم الفقر، يعني محمد ما في فقيرة، والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا. ولكن هذا واحد يؤمن بالرزق، أي واحد عنده يفتح محل مثلا جديد أو يفتح محل جزاكم الله أحذية، هذا جيش شاركني ماذا به؟ حب الدين. ولكن نقول عظيم الحسن البصري قال علمت أن عملي لن يعمله غيري فاشتغلت بعملي بالعباد، وعلمت أن ذنبي لن يغفر ربي إلا بالتوبة فاستغفرت الله، قال وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. أي ما لما تؤمن أن رزقك مكتوب تؤمن، إذا ماذا يحصل لك؟ ولذلك لما جاء في رجل من بني عسان كما في النماجة وسلمي رواه أو أورده عدد في علوم الحجة قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل يحب الله ويحب الناس. يعني هذا الصحابي يريد الأمرين، أما الله يحبه والناس يحبه، ماذا يفعل؟ دلني على عمل يحبني الله
ويحبني الناس. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما بين أيدي الناس يحبك الناس. إذا في الدنيا هناك فرق بين الزهد والورع، فالزهد هو أن تترك الدنيا وتأكل ما تشبع، أما الورع فهو أن تترك الشبهة. لما يكون هناك في شبهة أو تجارة شبهة تتركها فهذا يسمى ورعا. أما الزهد فمعناه أن تترك الدنيا وتأكل مما آتاك الله، لا تطلب الملذات التي يطلبها أهل الدنيا. فالإنسان عندما يكون عنده حب للدنيا فهذا ماذا يحصل به؟ سبب من عدم سلامة قلبه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مالي والدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا فيها إلا كواكب استظل تحت شجرة ثم راح عنها. وكان يقول لابن عمر: قال كن في الدنيا كأنك ذريب أو عابر سبيل. والآن نجد ماذا يفعل الناس؟ يبني قصور أو يفتح مشاريع تجارية ولكاري، بعد 10 سنين صار أربح كذا، وبعد 20 سنة أربح كذا. أي طول أمل؟ طول بالأمل اللي يتوقع نفسه إلى هذه المدة، هذا طول أمل مذموم. مذموم لماذا؟ لأن الإنسان دائما شو يسوي؟ يفكر في نفسه الآن يموت. إذا أصبحت قال ابن عمر قال إذا أصبحت ماذا تفعل؟ فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت، فلا تنتظر الصباح. ولذلك طول الأمل مذموم، فيجب على المسلم أنه دائما عنده قصر أمل. فحب الدنيا يدل على عدم سلامة القلب. ولا نقول بهذا القول نقول الإنسان يبطل ما يشتغل وما يروح على شغله خلص منه والله قال ما يحب، لا اعمل لكن اعطي لربك عليك، إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأخيرا وهو حب الرياسة، ومعنى الرياسة هو حب التقدم أو حب نيل المناصب. ولقد قال العلماء: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. والآن أي مسؤول في كل البلاد، ليس في بلدنا، في كل البلاد يتمنى أنه لن يصل إلى هذا. لماذا؟ لأنه عايش في رعب، في خوف، ويمشي ويلتفت، بينما أنت الآن عادي لا عندك تمشي راسا راسا. لماذا؟ لأنك أنت ليس عندك مسؤولية. فحب الرياسة من إيش؟ من أمراض القلوب. وذلك كان فرعون وكل الملوك الجبابرة الذين لم يدخلوا في دين الله كان سببه حب الرياسة. وذلك كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة عندما يأتيه رئيس قوم أو رئيس بلدة فيسلم يجعله واليا عليها. وهي الحكمة النبوية التي كان يستعملها مع الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ثم أستغفر.